وزير المالية عبد الرحمن راوية أن تعليمة محافظ بنك الجزائر بخصوص تعقيد عملية سحب وإيداع الأموال من شأنها أن توفر تسهيلات للمواطنين. لا 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 ما يمكنش تقول يعني إعفاء، لكن يعني فيه تسهيلات كبيرة، إن ما فيهش مبرر يعني عند الإنسان اللي يحب يدخل يعني دراهمه في البنك هذا يعني مستعد، ولكنش كان فيه عراقيل عارفينها في بعض البنوك ويسقسيو على يعني هذا المبرر منين جاوا الدراهم، هذه يعني ما تكونش، هذه مش معمول فيها في البنوك العالمية، نكمل ما نتعاملش بها احنا في الجزائر، ونخلي كل مواطن يحب يدفع دراهمه في البنوك يستعد، ومستعد البنوك الآن بالتعليمة هذه توفر كل التسهيلات لهذا الأصحاب.